يلا بينا يلا بينا العب يلا. ازيكم يا جماعه، كيف عاملين؟ اخباركم شنو؟ احنا الليله عندنا لكم تحدي رائع شديد. التحدي ده حيكون هو تحدي الشطه الحاره. لا، تحدي تشيتوس الحار. لا، تحدي النودلز الحار. لا، حنعمل تحدي الخمسة ثواني، اللي هو انا حسأل هذه الاسئله وهي لازم تجاوب في خمسة ثواني، ولو ما جاوبت خمسة ثواني حتخسر، وهي تسالني اسئله ولازم نجاوب في خمسة. لا انا بعيد الكلام. انت بتحبي تتكلمي كتير. طيب يا هديل، عندك خمسة ثواني. ثلاثة اماكن بتحبيها في دبي. برج خليفة، برج العرب، برج الحمام. ايه برج الحمام ده؟ مطعم، مطعم اسمه برج الحمام. ثلاث اغاني مها بتحبها. ولع الفتيل، مهرجان بحر مالح، اغنية سودانية، الشلابات والشلب. 12 ثانية. انت ما وقفتنيش ليه؟ طب ما قلت الخمس ثواني. ما انا كنت عايز اشوفك وانت بتفشلي قدامي. انت بتحبي الاغنيه بتاعت العسيلي الليله؟ اشغلها لك. اللي الو اي لاف يو، اي لاف يو تو، اي لاف يو ا لوت. انتوا عارفين انا كتبت في الانستغرام انه دي اغنيتي المفضله، مع انه الاغنيه دي ما بتشبهني. ليه؟ لانه اغنيه محترمه. ده بقى السؤال تشيل بقى. ايه؟ تلاتة حاجات مهما بتقدر تعيش من غيرها. جو. يا نهار اسود. وات؟ العربية، الموبايل، الشاحن بتاع الموبايل؟ كل الناس ما بتقدر تعيش من غير الحاجات دي. طب ما انتي يعني ما انتي ناس ولا ايه؟ شوفي، يو نو وات؟ انا هديك سؤال معفن. طيب، زي وشك. زي وشك. على حاجة اني انا بشتمني معاكي. اديني تلاتة انواع من انواع البرمائيات. 1 2 3. الضفدع، السلمندل، الترتل، الضفدع والسلمندل. سلمندل ده شنو؟ السمندل. حاجة كده، لا هي حرباية ولا هي ضفدع، حاجة كده ولسانها طويل بتعمل كده وبيلزق في عينيها. هو ده برمائي طلع ولا ايه؟ ايوه. عينو سو كيوت، سو كيوت. بتذكري من ورايا؟ طب قولي لي كده ثلاث لاعبين كرة قدم. محمد صلاح، ميسي. خلاص بنا يخلي محمد صلاح الوحيد اللي معرفك على الكورة. اه والله. طب قولي لي ثلاث اسماء لاعبين تنس. في دي اللي حملت وكانت بتلعب تنس وهي حامل، مش محسوبة على فكرة. وواحدة كندية لسه كسبانة. وكسبت ضد الكندية اللي حملت وكانت بتلعب وهي حامل. اللي حملت ما كانتش كندية. لا، ما هي الكندية كسبتها. طيب ماشي، اديني ثلاث كلمات كورية. وات؟ مش انتي بقى بتفاجي بوب؟ استنى، انا هو اسايو. دي كلها ثلاث كلمات. لما تكون جاهل وصاحبك جاهل فأي حاجة بتمشي، ما مشكلة. يلا هديل، هسه هديل هتسألني. انا هستلمك استلامة مرتبة. سميلي اسامي تلات مطاعم ما بتعملش دليفري. عدي الخمس ثواني بتاعتك. مطعم دقيقة خلاص خلصت الخمس ثواني. لا 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 لا، دي الستوب واتش. مطعم الحلاب بيعمل دليفري. طب ايه المطاعم ما بتعملش دليفري؟ بي اف شاينا، بي اف تشينج. مش عارفة اسمه اصلا. خسرتي. شوجر فاكتوري. خسرتي خلاص. ايه الواني التلاتة المفضلة؟ اصفر، اخضر، برتقالي. غلط في غلط في غلط. دي الواني التلاتة الخير مفضلة. قولي لي تلات حاجات انت بتعمليها بالليل قبل ما تنامي. بقول تصحى الخير لماما وبابا. بابا اغسل وشي، بغسل سناني. انا ليه بتكلم مصري؟ تاني سؤال كسبتيه. حلو يا اخوانا، انا بجيت بحضر مسلسل، ومين ما حضرت المسلسل ده؟ انا ما بتكلم غير مصري بس. شفته؟ لكن المسلسل اخوانا يا لهوي، اللهم استر على ولانا يا رب، اللهم استر. لا لا اقول له الفقره بتاعتك دي اوحد سؤالي الجاي. ايه هو فيلمي المفضل على الاطلاق؟ لهوي. ايمي، الولايه اللي خدوها ما عارفه. فيلمي المفضل هو دارك شادوز. ولا اعرفه. ايه اسم القط القديم اللي كان عندي؟ محمد. كاندي. فلافي العظيم. فلافي. فلافي.
عارفة أتصرف كيف. إيه هي أكتر بلد بحبها؟ أمريكا. لندن. لندن. مش عارفة. أمستردام. لندن. هي لندن. مش عارفة هي لندن ولا زنزبور. شوفي انت بتسأليني سؤال انت اصلا ما عارفه جوابه شنو. يحددي شخصيتك مع نفسك. اقعدي مع نفسك شوفي انت شخصيتك كيف وبعدين تعالي اساليني. ما ممكن. انا قلت يمكن انت تعرفي شخصيتي عني. طب انا لا كفايه بقى دراما رخيصه بقى. انا ما اعرفش شخصيتك عنك. ايه هي اكلتي المفضله؟ ملوخيه. يس او ماي جاد. انا عندي عليك اعتراف انا ما باكل ملوخيه ولا بحبها وما بفهم الناس اللي بتحبها كتير لانها حاجه غريبه الاطوار. فايتك كتير وشفتوا اي حاجه كده بتعمل الحاجة دي فايتك انا ما بقدر اتعامل معها. فايتك كتير. او انا بقى مع عصرة ليمون مع فراخ وتجيله يا معلم وتعملي العيش كده ودن قطة وتغمسي ويقع على هدومك. الله اكسبيرينس. اديني اسمي ثلاث اشجار. النيم الجهنمية النخلة. الله الله مثقفة في الزراعة. مثقفة في الزراعة حبيبتي. مثقفة. ثلاث مسلسلات انا بحبهم. مملكة ابليس نيلي وشريهان لهفة او بدل حدوتة ثلاثة. اي حاجة لأمي سمير غانم. اي حاجة لعيلة سمير غانم. دنيا سمير غانم. العيلة كلها. انا بعشق دنيا سمير غانم. ثلاث حاجات مستحيل اطلع من البيت من غيرهم. موبايلك جزمتك شنطتك. ده شنو الغباء ده؟ في زول بيطلع من البيت من غير جزمته؟ ما هو ده كان جواب السؤال. نزليني. انزل. يلا انا ما هنزل. يلا انزل. ولا عايزه اي حاجه منك. يلا في داهيه. نعم. ممكن توصليني الاول الشارع بس. انا الثلاث ثواني اللي قضيتهم بره دول علموني قيمتك بجد. عندي اهداء لهاني شاكر. اهداء لهاني شاكر. حبيب قلبي يا هاني شاكر. يا جماعة عاوز اسمعكم اغنيتي المفضلة 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 الجديدة حاليا الان الان جديد 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 جديد. قمصت بالشوكولاتة الرصاص المطاطة اول مرهار والشعر الحريري ناعم بدوش مشاطة سكسي الليلي بدها عروس بالمدينة. وبس يا جماعة كان هو ده فيديو الاسبوع. استنونا الاسبوع الجاي في فيديو جديد. باي. هنيجي عربية ايس كريم. او ماي جاد يا عربية ايس كريم. ما قادر اصدق يا جماعة ان احنا كنا لافين ولقينا عربية بتاعت ايس كريم. هاي. Is this an ice cream truck? Oh my god. Oh my god. I can't believe. Wow. We're so happy. Thank you so much. باي. معها living her white daughter dream. White kid dream. دي احلى حاجة حصلت في الحياة. انتوا فاهمين انه العربية دي حايمة كده في الحلة رافة ومشغلة موسيقى تانك تا تانك تا تا. حسيت نفسي قاعدة في فيلم اجنبي. اكتبوا لي رايكم شنو في الفيديو لو حابين تشوفوا فيديوهات تانية زي دي واشتركوا في القناة وفعلوا جرس التنبيهات لانه الجرس ده هو اللي بيوريكم لما انا انزل فيديو جديد. واشتركوا في قناتي واشتركوا في قناة هديل. بنحبكم قوي. خمسة مواه. خمسة مواه.